يعني ولو يعني مرافقين مرافق ديال المتنزه المتنزه هادشي اللي طرحنا في اللجنه. ولا نتكلم عن الاستغلال، هناك وقع تدليس حقيقه. في الاول ما عطاوناش ديك الرساله، حتى بدينا حنايا كنتكلموا بقينا كنتكلموا وعقلك لا كاين واحد الرساله ولكن فيها واحد الشرط، لان تتكون اتفاقيه جديده وتخرج جديد. لما قال لك ديك السيد تمايا في افق، اذا هنا شي حاجه ما واضحاش، هناك تدليس. اذا حنايا في لجنه المرافق تكلمنا على ان هاد جوج ملاعب ما يبقاوش خارج المتنزه، يولوا ضمن المرافق ديال المتنزه. الاستغلال ديالو، الاستغلال ديالو خصو يكون بحال جامعة ملاعب القرب اللي تكلمنا عليه، هما ضمن يعني كل التحملات، ملي قلنا كل التحملات خاص بهم يعني ضمن ملاعب القرب اللي كنا تكلمنا عليهم. تما عندنا واحد التوصيه، التوصيه على ان هاد ملاعب القرب اللي وفقوا لفيكا يكونوا هما من بين الملاعب القرب اللي عاد تعدلوا كل التحملات خاص بهم. واذا كانت هناك شي صفقه او شي تفويت يكون واحد الاتفاقيه اللي هي خاصه بعيدة على هذا الاستغلال. فأولا المبدأ ديال الملاعب القرب كما قلنا هو أن هذه الملاعب القرب هي ملاعب خصها تكون مفتوحة للجامع. أولا ملي نقول مفتوحة للجامع فيمكن أن إذا تكلمنا مع بعض الجمعيات قال لك وحتى بعض الانديه وحتى الساكنين الحي قال لك اذا عملت واحد الثمن رمزي فقط من اجل الصيانه فيمكن الجمعيات او الفرق الرياضيه تلعب فيه. ولكن واجب الملاعب هي 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 هو استثمار ماشي استثمار. وهذا وقع اشكاليه الان في الصباح جاتني مكالمه هاتفيه من ناس يقول لك اسيدي لو ديك الملاعب عطاوها ديك السيده لعبنا حنا نطعموا. علاش؟ لان في الاول ما بغيناش ندخلوا في ديك الصفقه لان شفناها صفقه فاشله خاسره لان ما فيهاش ديك الملاعب. ولكن لو كان الملاعب دي في الصفقه خاصنا نطعموا لان خاصنا تفتح صفقه جديده لو كانت ملاعب جديد مرافق جديده تخلص المسلسل. لهذا فكنقول انا بالنسبه لي انا كهذيك الملاعب القرب تكون ضمن ملاعب القرب اللي هي في المدينه كامله ويكون لها كل التحملات خاص بها وتكون نفس الشروط التفويت ديالها كما كباقي الملاعب القرب. وشكرا.